السلام عليكم. اليوم معنا شاحن متنقل جمب ستارتر من تي كار. طبعا معروفة تي كار تقدم أجهزة وإكسسوارات وتطبيقات وأجهزة تتبع. جهاز جمب ستارتر سهل الاستخدام وخفيف الوزن، وأيضا للمهتمين بالرحلات مفيد أيضا في حالات الطوارئ. من مميزات جهاز جمب ستارتر سمارت كيبل، إذا ركبت السلك غلط أو في موجات عكسية ما راح تخرب البطارية ولا راح ينحرق السلك. طيب، طريقة توصيل سمارت كيبل جدا سهلة وبسيطة. نفصل صباع البطارية ونوصل قطعة الاشتراك، نحط الأحمر على الموجب والأسود على السالب. طبعا الآن كل اللي عليك تشغل زر التشغيل ON وتضغط على زر الباور، والآن يمديك تشغل السيارة. جهاز جمب ستارتر مو محصور فقط على بطارية السيارة، يمديك تستخدمه في شحن اللابتوب أو جميع أنواع الجوالات، سواء كانت آيفون أو أندرويد أو حتى تايب سي. سعة بطارية الجهاز 12000 ملي أمبير، ومدة شحن حول 4 ساعات حتى يتفلل الجهاز. بالإضافة أيضا إلى الشاحن يوجد كشاف LED لحالات الطوارئ. رابط المنتج أسفل الفيديو، ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات رود ماستر.